السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناة سهل وسريع. النهاردة هقدم لكم فكرة بالبرطمانات دي. طبعا البرطمانات دي موجودة في كل بيت، هقدم لكم فكرة بيها حلوة جدا، عملية جدا، أول مرة تشوفيها على اليوتيوب، حصري هنا وبس في سهل وسريع. يا رب تعجبكم إن شاء الله. وقبل ما أبدأ في أي حاجة أحب أشكركم جدا 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 على كلامكم الجميل، ده كلامكم ده بيسعدني جدا وبيخليني ابقى متحمسة اكتر اني اقدم لكم كل جديد ان شاء الله. يلا نبتدي بقى ونشوف هنعمل ايه النهاردة، يلا بينا. معايا دي ستيك الزور، بنجيبها من الصيدلية، وده برطمان هنشيله على جنب بس كده، هنبتدي نرتبها بالشكل ده كده، هنشيل دول، نحاول نخليها مظبوطة على قد ما نقدر اهو، ودي هنجيبها كده وبكده يكون الشكل اتظبط معايا. هبتدي بقى احط هنا ده، دي واحدة برضو انا قسمتها اتنين، فهبتدي اثبت بيها بالشكل ده كده، في واحدة تانية. عايزه اقول لكم الفكره دي هتعجبكم جدا، وكمان هتعجب الاطفال قوي، هيبقى ديكور حلو جدا للشقه، في نفس الوقت هيكون عملي. طبعا دي يعني ممكن الزقها برضو اهو، بالشكل ده كده، واثبتها كويس، هشيلها هتبقى بالشكل ده كده. معايا بقى سبراي فضي، هجيب بس كرتونة كده يعني قديمة، بحيث بس المكان ما يتبهدلش، وهحط فيها ده. لو انت عايزاها ذهبي عادي جدا، بس يكون المكان متهوي علشان الريحة بس بتاعت الرش بتبقى فظيعة. بصوا هنا انا جبت قطعة من الفوم بعد ما خلصت خلاص الجزء ده من فوق، جبت قطعة من الفوم، الفوم ده بيتباع باتنين جنيه في المكتبات، جبت قطعة وهبتدي اغلفها بالشكل ده، بس هسيب جزء واحد بس اللي مش متغلف يعني اهو. هاجي من هنا برضو واثبت كل الاجزاء بتاعت الفوم، انا ثبت جزء بس والباقي هثبته معاكم اهو، واجي كده بالشكل ده، يجي كده اهو، واخر جزء من هنا برضو هثبته كويس جدا. هو الشمع ابتدى يعني يبرد ف اهو، نزل بس دي شوية، شدها لتحت شوية اهو بالشكل ده. بصوا كده هو ده الشكل المطلوب، هثبت بقى الجنب ده والجنب ده زي ما انتم شايفين كده اهو، خلصت الجزء ده كده زي ما انتم شايفين، انا خلصت الجوانب دي وثبتها كويس، وطبعا الجزء اللي فوق كله الدارة خلاص. من هنا بقى الجزء الشفاف ده بكلينكس كده، ونبتدي نمسحه كويس علشان تكون حاجة مبلولة، علشان ينضف خالص وما يكونش فيه اي اثر لايدينا وكده. من جوه كمان هنبتدي برضو ننضفه كده من جوه، طبعا انا غسلاه كويس ببريل، وطبعا شلت الورق من عليه. في ناس بتسألني دايما بتشيل الورق من على البرطمانات بتاعت الصلصة والحاجات دي ازاي، بأي منظف بتاع البوتاجاز بالذات لانه بيكون قوي، وبرش كده رشتين وبعد كده بحطه في مية سخنة وبيتشال بكل سهولة اهو. تمام كده كده جاهز معايا،
شايفين بقى الصورة دي؟ دي صورة بنوتي قصتها كده، هي كانت كارتة عادي انا مطلعاها استوديو، وقصتها كده من الجوانب، وهبتدي ادخلها هنا كده في الجزء ده. هي مش محتاجة انها تتثبت، يعني على ما اعتقد مش تحتاج انها تثبتها خالص، هي هتبقى بالشكل ده كده. بصوا هتديني الكيرف من جوه كأنها 3D. بصوا من تحت بقى، جبت بقى خيط مكرمية وهبتدي اقلب دي كده ايه، والخيط اهو، وهبتدي اربطه من ورا. طبعا الخيط المكرمية بينسل لما بتقصيه، فلازم الطرف ده يتعمل على النار، على نار البوتاجاز كده، ومشيه من الاطراف بس هتلاقيه اتظبط ومش هينسل خالص منك اهو. هبتدي الف حوالين الجزء ده. طبعا ده طبعا مش عايزاه يبان خالص. الديكور ده يا جماعة هيبقى شيك قوي، وكفاية ان انت استغلتي برطمان فاضي مش محتاجاه بدل ما ترميه اهو. هثبت انا بس الاطراف دي بالشمع علشان ما تفكش مني خالص. انا خلاص خلصتها اهو، وظبطت دي كويس جدا بالشكل ده. من تحت خلاص ثبتها بالشمع. معايا بقى بصوا اي بقى اكسسوارات عندك كده، انا عندي ده. بصوا هبتدي اثبته هنا، ابتدي اعمل كده بشكل حلو، هيدي شكل اشياء كتير. بالشمع وكل حاجة، كل شغلنا بالشمع بيكون سهل ومش بياخد وقت. وابتدي احط كل ده كده. بعتذر يا جماعة عن الدوشة اللي في الشارع اهو. وابتدي احط كل الشكل ده. احط واحدة هنا برضو علشان تداري الجزء ده، الجزء الفاضي هنا بالشكل ده. بصوا هحط كمان من فوق، وهرجع اوريكم الشكل النهائي. وده بقى الشكل النهائي اللي توصلنا له في النهاية من برطمان العسل، او بقى اي برطمان عندك تقدري تنفذي فيه نفس الفكرة. برطمان صلصة، برطمان اي برطمان، اي نوع برطمان تقدري تنفذي فيه الفكرة. اهم حاجة يكون برطمان مربع، يكون ليه جنب مربع علشان تكون الصورة واضحة ويكون يديكي نتيجة كويسة. طبعا في حبة اضافات ممكن نضيفها طبعا حسب ذوق كل حد. مثلا ممكن نضيف الحاجات دي، ده ورق فوم برضو ممكن نضيفه هنا تحت البرطمان، بين البرطمان والستيك الزول دي ممكن نضيفه، هيدي شكل حلو. وفي نفس الوقت ممكن برضو لو حبيتي يعني تحطي دي هنا في الاماكن دي، في المكان ده تداري بيها الجزء ده مفيش مشكلة. بس انا بصراحة ما حبيتش احطها، يعني عايزة لون الفوشيا يبان. وكمان ممكن في برضو ده شريط ساتان، ممكن برضو تستخدميه بدل خيط المكرمية لو مش متوفر عندك. اي شريط ساتان كده، اهم حاجة يكون تختاري بقى تنسقي الالوان بين الصورة وبين الادوات اللي هتستخدميها. اختاري شوفي الصورة مثلا فيها الوان ايه، وتقدري تختاري منها الالوان اللي انت هتستخدميها، سواء شريط ساتان او خيط مكرمية او استراس اي حاجة. وطبعا ده منفصل، حابه تثبتيه مفيش مشكله. ممكن برضو في فكره تانية ان انت تقصي جزء، يعني تفرغي الصوره حوالين الصوره وتحطي اضاءه جوه البرطمان، هتدي اضاءه حلوه جدا حوالين الصوره، وفي نفس الوقت الصوره هتبقى متفرغه وشكلها حلو. عايز اقول لكم ان انا عندي افكار كتير جدا 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 نفسي اقدمها لكم. قولولي رايكم في الكومنتات، ويا رب تكون الفكرة عجبتكم النهاردة. مش هتلاقوها في أي مكان تاني، حصري هنا وبس في سهل وسريع. وانتظروني إن شاء الله في فيديوهات كتير هتعجبكم جدا، وأفكار كتير قوي.
ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ودوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.